يلا نام يا روحي، والله تعبت. سهران وناطر عينيكي، ناطر عينيكي طيط القلوب، قلبي دقات ونار مش عارف شو اللي صار. انا ليلي صار نهار ونسيت العالم كله. ليش عم بيبكي الحلو؟ والله ما بعرف يا اخي، ما عم يسكت. شبه خاله؟ ليش عم بتعذب الماما؟ هاتي عني، انا رح حاول سكته. لا تاكلي هم حبيبو. حبيبو شو صاير معك؟ روحي نامي يا ماما، نحن شباب بنفهم على بعض. سهران وناطر عينيكي، ناطر عينيكي طيط اللوح، قلبي دقات ونار مش عارف شو اللي صار. انا ليلي صار نهار ونسيت العالم كله. سهران وناطر عينيكي، ناطر عينيكي طيط اللوح، قلبي دقات ونار مش عارف شو اللي صار. انا ليلي صار نهار ونسيت العالم كله. وسهران وناطر عينيكي، ناطر عينيكي. شش، تعرف خالو انا بكرة عازم حبيبتي على الغدا، لا تقول لامك شي، هذا سرنا الصغير، فهمت علي؟ شفتي شلون سكتت لك يا للولاد؟ شو؟ لتكونوا جنيتوا، شو عم بتساووا بنص الليل؟ لا تعيطوا وتطلعوا صواتكم، الولد نايم. يا ربي عليكم، شو دخلكم فينا؟ لك سهران وناطر عينيكي، ناطر عينيكي طيط اللو، قلبي دقات ونار. أول يوم شغل إلنا، إن شاء الله يكون منيح. يلا لشوف، خلينا نروح على الشغل. يلا صباح الخير. صباح النور. شو وين المكتبة؟ عطيتها لواحد بعرفه وأنا كمان ما بحبها. أنا حجزت مشان العطلة تبعنا. عن جد؟ إيه. لوين؟ بمنتجع صيفي حلو كتير، ما رح أقلك غير هيك، والباقي خليه مفاجأة. وبركي كان المكان غالي. أنا مخبي شوية مصاري على جنب، جمعتهم لأنه ما في محل أصرفهم فيه. طيب المكان قريب؟ إذا كان بعيد منروح بالطيارة، والبطاقات أنا بجيبها. لا أبداً، ما في داعي للطيارة. ما طلعت بالطيارة ولا مرة؟ لا، ليش أنتي طلعتي بالطيارة؟ سافرنا فيها مرة. مع كمال. كان عنده سباق بإبروس. صار لي ساعة عم بفرق فيهم وما عم ينضفوا.
القرنة هون كتير حلوة ونظيفة، يعني منين اجا كل هالوسخ على هالغراض؟ والله ماني عرفانة، عن جد شي غريب. اف، وبس نخلص من هدول منبلش بالصحون، منغليون وبعدين منجليون. لسه في غراض بدهم تنظيف، بس نخلصهم منرتاح. وبيبقى علينا توزيع الطاولات والكراسي، بس الكاسات كلهم مكسورين وما بينفعوا. منروح منجيبهم من سوق الجملة، منجيب شي 50 أو 60 كاسة. خير شبك يا روحي؟ شوفي ليش عم تبكي؟ من لما اجيتي وانتي متضايقة. يلا احكي لي لشوف. يلا طالعي هالقهر اللي جواتك. لا تضلي ساكتة يا روحي. اخ يا عمري انتي. حبيت له الببرونة مي، غليت المي وبردت له اياها، مشان هيك طولت شوي. اذا بدكم انا بشربه اياها. طيب انا رح اخذ محمد شوي. تعال شوف يا حلو، تعال تعال لعند عمك عبد الحميد يا سيد محمد. تعال لكن هلا انت بسابع نومي، وبس احملك انا بتبلش تبكي مشان تعذبني، ما هيك؟ تعال امشي للروح سوا. تعال يلا نن 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 صار لي ساعة عم بسرق فيهم وما عم ينضفوا. القرنة هون كتير حلوة ونظيفة، يعني منين اجا كل هالوسخ على هالغراض؟ والله ماني عرفانة، عن جد شي غريب. اف، وبس نخلص من هدول منبلش بالصحون، منغليون وبعدين منجليون. لسه في غراض بدهم تنظيف، بس نخلصهم منرتاح. وبيبقى علينا توزيع الطاولات والكراسي، بس الكاسات كلهم مكسورين وما بينفعوا. منروح منجيبهم من سوق الجملة، منجيب شي 50 أو 60 كاسة. خير شبك يا روحي؟ شوفي ليش عم تبكي؟ من لما اجيتي وانتي متضايقة. يلا احكي لي لشوف. يلا طالعي هالقهر اللي جواتك. لا تضلي ساكتة يا روحي. اخ يا عمري انتي. حبيت له الببرونة مي، غليت المي وبردت له اياها، مشان هيك طولت شوي. اذا بدكم انا بشربه اياها. طيب انا رح اخذ محمد شوي. تعال شوف يا حلو، تعال تعال لعند عمك عبد الحميد يا سيد محمد. تعال لكن هلا انت بسابع نومي، وبس احملك انا بتبلش تبكي مشان تعذبني، ما هيك؟ تعال امشي للروح سوا. تعال يلا نن 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 فتحت المكلة شوف. يلا 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 افتح. لو حبيبي يلا اشرب. يلا يعني ما بدك تشرب لانه انا بدي شربك؟ رح ارجع امسك الشغل من اول وجديد. اياس هاي مستعجلين عليها. شو عطلة هاي؟ فاصل الكهرباء عن المحرك وما عاد دارت. مثل ما توقعت تماما، بس ترك اياس فورا الين سكرته، ما هيك؟ لا يا اخي مو هذا اللي صار. رانيا راحت لعند إيلين مشان تبهدلها وتقلها تركي جوزي، وكان أبوها موجود بالشركة، ولما سمع كلام رانيا قرر إنه يسكر الكافيه والوكالة، حتى مدرسة بورصة خلص ما عاد تنفتح، وسحبوا من إياس التمويل والرعاية وكل شيء كانوا عاطينه إياه. إيلين كانت مبارح هون منهارة وضلت تشرب لانتهت. وإياس شو عمل؟ أكيد عصاب. مو بس عصاب، جن على الآخر، فورا راح بعد ما سمع. والله شيء بوجع الرأس. صالحة وينك حبيبتي؟ شبك حبيبتي؟ انتي منيحة؟ كتير انشغل بالي عليكي. سمعتي باللي صار؟
ايه وسمعت انه عمو طارق صار منيح الحمد لله، بس قالوا لي انه اخذ اجازه. ما بعرف شيء لاني ما اتصلت بالبيت. حبيبتي إلين قومي اعملي دوش. يلا شغالي قالت لي انك ما اكلت شيء، خلينا نفطر سوا مشان نحكي على رواق. انت المفروض تتماسكي، لازم تروحي وتستلمي شغلك باسطنبول، ما بيصير هيك. لا تخلي ابوك يشوفك بهالحاله. يلا قومي بقى. هالتافهه بخمس دقايق قدرت تخرب لي حياتي، بس بخمس دقايق.